السلام عليكم محمد، يا محمد الحاج مجدي معاك يا باشمهندس. الحاج مجدي، ايوه ان شاء الله. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل هقول لحضرتك رؤيه. يعني اهلا بيك، انا تشرفنا. شفت باذن الله خير، اللهم اجعله خير. خير. انا رحت المسجد النبوي، الله. وبعدين لما اكون انا همشي كده، وكان معايا زوجتي يعني، نعم لقيت قدام مني كده اللي هو المدفن بتاع النبي عليه السلام. نعم فقلت انا ليه اللي هيوقفني هنا، ما انا اخش جوه كده المسجد وبعدين ايه اطوف حوالين ايه، نعم انا بحدث نفسي كده. فالمهم لما رحت لقيت ناس واقفين كده قصاد المقصوره، فقلت دي مقفوله من الجنب، دي ما فيش طواف حوالين، فايه في دعاء بس. نعم فالمهم انا ايه قلت اما استنى اما الناس دي تخف كده عشان اخش ايه اخد راحتي في الدعاء. فهم فعلا خفوا، فلقيت انا بقى قدام القبر مباشره كده. فقعدت ادعي كتير قوي وبكيت كتير جدا، وقمت بقى على طول. كان فاضل على الفجر 10 دقايق بالظبط. طب يا حاج محمد، الحاج مجدي. يا حاج مجدي، ايوه اصل انت قلت سيدنا النبي فاتى الى ذهني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت واطي، انا اسمعك من التلفزيون. طب انا عايز بس اقول لك على حاجه، ايوه انت شفت انت الرؤيه دي امبارح بالظبط. طيب انت السنه دي ضحيت مش كده؟ ايوه ان شاء الله. الف مبروك يا سيدي، ربنا يتقبل منك، وان شاء الله قلبك معلق برسول الله، فابشر بعمره قريبه ان شاء الله باذن الله. ده تفسيرها؟ ده تفسير يا سيدي، وتقبل الله منا ومنك هذه الاضحيه ان شاء الله. يعني انا ما اعرفش ان انت ضحيت ولا لا يا حاج مجدي. لا ضحيت ان شاء الله، بس هي الرؤيه بتقول ان انت ضحيت. ايوه ان شاء الله ضحيت. وان انت من اهل القبول ان شاء الله، اسال الله ان يكون تقبل منك هذه الاضحيه. أمين. وان شاء الله تبشر بزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمره، لانك كنت عايز تحج باي طريقه السنه دي ولم توفق. لا هو انا كنت لسه جاي من عمره قبل رمضان بشهر. الحج ان أنا شاء الله. حجيت الحمد لله مرتين. ان شاء الله هو انا عايز اطلع مولد النبي في دماغي يعني. انا مش انا بقول لك، ما هي اللي جايه مولد النبي. ربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا اسمعنا ان شاء الله، واصل معانا عشان ندعي لك ان شاء الله رب العالمين.